حاله من السعاده بتسيطر على كل لعيبه الاهلي وعلى الناس المتواجده النهارده في المدرجات بعد انتهاء لقائهم امام طلائع الجيش اللي انتهى بالفوز نتيجه 2-1 هدف في اللحظات الاخيره للاهلي، بيحول حاله التوتر والحزن اللي كانت على كل اللعيبه وعلى كل الدكه لحاله من السعاده. طبعا خليني اكلمكم على كواليس لقاء النهارده اللي كان سخن جدا سواء في الملعب او بره الملعب. طبعا في البدايه النهارده كده وليد سليمان اللي بيرجع للملعب من اول وجديد، بعض من جمهور الاهلي كان متواجد النهارده يعني سقف له كده اول لما دخل استقبلوه بشكل كويس. النهارده مروان محسن بقى اللي كان متواجد خارج القائمه رغم ان هو كان متواجد قبل الماتش داخل القائمه لكنه استبعد قبل اللقاء على طول لما سالناه عن سبب استبعاده، قال اللي فيه رشح خفيف على الركبه وان هو فضل النهارده يكون مش موجود يعني عشان ما تاثرش عليه. بعد كده قبل بدايه اللقاء كده يعني لعيبه الاهلي اللي طلعت في المدرجات ما كانتش فضلت واقفه كده يعني شويه قبل ما يقعدهم، طلبوا من مصطفى شوبير اللي هو ينزل يجيب لهم قماش عشان يمسحوا الكراسي لانهم ما كانوش عارفين يقعدوا بسبب التراب اللي كان موجود عليها. لو كلمتكم بقى على اجواء اللقاء النهارده، يعني مدرب طلائع الجيش كان متوتر من اول الماتش، انفعالات قويه جدا، الراجل بينفعل بشكل قوي جدا على الحكم اكتر من اعتراض من وقت للتاني على الحكم. دكه الطلائع من وقت للتاني برده كانت بتعترض كتير، كانوا شايفين اللي هم رموهم ضربه جزاء وكانوا اعترضوا بشكل قوي جدا على الحكم. كان بين التوتر على المدير الفني للطلائع اللي ما بطلش كلام من اول لما وقف وزعيق من اول لما وقف على الخط كده من اول اللقاء. النهارده بقى النتيجه كانت ظاهره او الاداء كان في الشوط الاول ظاهر على الكابتن محمود الخطيب والكابتن عمرو فاروق اللي كانوا متواجدين النهارده في المدرجات، كان باين عليهم اللي هم مش عاجبهم عمليات اهدار الفرص السهله اللي كان بيعملها عدد من لعيبه الاهلي كده الشوط الاول. الانفعالات كانت باين عليهم جدا وكان باين عليهم التوتر بشكل قوي جدا، لكن النهارده بقى رمضان صبحي هو اللي دخل في شده قويه جدا مع دكه الحرس كده خلال الشوط الاول لما احتسب فاول ضد رمضان واحد اداري كده الحرس كان بيطالب او الطلائع كان بيطالب الحكم اللي هو يديله انذار لكنه يعني رمضان شوح له كده وقال له مالكش دعوه. ده اللي وترهم وده اللي خلاهم يتنرفزوا جدا وبداوا يزعقوا لرمضان اللي هو ازاي يعني بيتكلم معاهم كده. بدا بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ يقول لرمضان ما تتكلمش مع حد، صالح جمعه بدا يحاول يهدي الوضع شويه كده لكن اسلام جمال كان واضح اللي هو مش عاجبه يعني رد رمضان، دخل معاه في شده قويه جدا لكن بدات اللعيبه تسيطر على اسلام شويه وبداوا يهدوه شويه. الدنيا توترت جدا وبدا التوتر ده يظهر على اللعيبه في الملعب، لكن اول بقى لما جه الجون الاول للاهلي كانت في حاله من الارتياح القويه جدا اللي ظهرت على الكابتن عمرو فاروق. كابتن محمود الخطيب كان باين عليه النتيجه واول لما الجون جه قام على طول كده وطلع بره غادر على طول لان يعني كان فاضل دقيقتين والشوط الاول يخلص. جيرالدو اللي اصيب النهارده هو اللي وتر لعيبه الاهلي بعد الجون شويه، كلهم وقفوا حواليه كانوا خايفين من الاصابه لانه يعني وقع فجاه كده بعد التدخل مع الحارس الطلائع. وليد ازارو بقى هو اللي كان حريص جدا ان هو يروح يحتفل كده بطريقه خاصه ما بينه وما بين قمصان مدرب الاهلي اول لما راح له كده بعد الجون على طول، يعني كان باين بقى على المدير الفني للطلائع التوتر وهو خارج وكان منفعل بشكل قوي جدا وفضل يزعق كده وهو خارج، كان باين عليه يعني اللي هو غاضب من نتيجه 1-0 اللي انتهى بها الشوط الاول. الشوط الثاني بقى الدنيا توترت جدا من اول لحظات الشوط في الملعب سواء على الدكه او في الملعب، اول خصوصا اول لما احتسب ركله جزاء الطلائع كان في اعتراض من بعض مدراء الاهلي اللي كانوا موجودين اللي الكوره مش ضربه جزاء. وليد سليمان راح للحكم الخامس كده وساله قال له يعني يا كابتن انت شايف ان دي ركله جزاء؟ كانت التوتر بان بقى الانفعال على لاسارتي اللي كان واضح اللي هو مش عاجبه اداء لعيبته خالص. بدات بقى الدنيا تتوتر خالص اول لما جه الجون الاول، الدنيا بقى بدات تتحول خالص في الملعب، بدا الشد القوي يظهر ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الطلائع، لكن احتسب على طول ركله جزاء للاهلي بعدها وده اللي خلى بقى يبقى في انفعال عند لعيبه الطلائع الجيش. قبل ما الكره تتشاط كده اعترضوا بشكل قوي وفضل احد اللعيبه كده يقول لا هي لازم واحده قصادها واحده، كان في اعتراض قوي وكان في فرحه بقى على مدراء الاهلي اللي كانوا متواجدين النهارده بعد احتساب ركله الجزاء. والصدمه ظهرت اول لما ضاعت بقى ركله الجزاء، كان باين يعني اللي هم يعني الدنيا متوتره جدا عندهم بعد اما النتيجه بدات تكمل 1-1 بدا الجو يكهرب كده في المدرجات حصلت او في الملعب حصل بقى شده قويه ما بين لعيبه الاهلي وما بين لعيبه طلائع الجيش، طرد على اصلها كده احد لعيبه طلائع الجيش اللي خلى بقى المدرب الطلائع انفعل بشكل قوي على الحكم وفضل يزعق له اكتر من مره وده اللي خلى الحكم طرد المدرب هو كمان. المدرب طلع كده ما كانش عايز يقعد، بدا لعيبه الحرس بقى تطلب كده الحارس بتاعهم اللي هو يقعد وقالوا له يعني هعطل
بقى الوقت وفضلوا يعني يقولوا ايوه هو ده اسلوبنا، لان طالما يعني كانوا شايفين ان في ظلم بيقع عليهم وكان باين الاعتراض القوي جدا عليهم، بدات الدنيا تشتد اكتر. لعيبه الاهلي طبعا ودكه الاهلي بالكامل متوتره بره، بيعترضوا على عمليات اهدار الوقت اللي بيعملها لعيبه الطلائع. كان في توتر باين على كل مدراء الاهلي اللي كانوا واقفين واللي كانوا بيطالبوا دايما لعيبتهم اللي هي تركز، لحد بقى لما جه الجون اللي يعني حول يعني الملعب لحاله من السعاده القويه جدا، سواء على دكه الاهلي بقى او على الكابتن العمري فاروق اللي فضل متواجد كده في المدرجات رغم رحيل الكابتن محمود الخطيب كده في حوالي الدقيقه 80، لكن الكابتن عمرو فاروق بان عليه بقى احتفال قوي جدا، فضل باين السعاده وباين يعني التوتر اللي كان على عمرو فاروق ظهر عليه بعد الجون على طول، حاله من السعاده القويه جدا جدا اللي ظهرت عليه بعد الهدف. كل طبعا بدلاء وكل لعيبه الاهلي احتفلوا بشكل قوي جدا ونزلوا الملعب واحتفلوا بالجون، يعني بدات الدنيا بقى تخف شويه عند الاهلي، كانوا يعني سعداء وبان السعاده عليهم يعني لحد ما كان في شويه توتر لحد لما انتهى اللقاء، لكن اول لما انتهى اللقاء بقى كل لعيبه الاهلي كده هنت بعض. كابتن سيد عبد الحفيظ نزل وسجد على طول، لكن اسلام جمال بقى هو اللي كان منفعل جدا وكان عايز يروح يتخانق مع رمضان صبحي، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني لحق على طول هو وعدد من لعيبه الاهلي كده. كابتن سيد عبد الحفيظ على طول خد اسلام وباسه من راسه كده وهداه، وبدات كل اللعيبه تروح له وتحاول تهديه عشان ما يحصلش اي مناوشات ما بينه وما بين رمضان. كل لعيبه الاهلي طالعه في حاله من السعاده القويه جدا اللي كانت ظاهره عليها، لكن حصل بقى شد خفيف كده ظهر بعد انتهاء اللقاء ما بين احد لاعبي طلائع الجيش وحكم اللقاء داخل الغرف كده، لكن يعني على طول اداري الطلائع هدوا اللاعب ودخلوه على طول. النهارده الاهلي بيخرج بثلاث نقاط غاليين جدا بيرجعوا له الصداره من اول وجديد مع بيراميدز في صداره الدوري العام. النهارده مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهوره على الانتصار الغالي اللي بيتحقق في اللحظات الاخيره، وهارد لك لنادي طلائع الجيش.